خافير توريس إذن على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى بالنسبة للنادي العربي ومواجهة حميد القلاف. توريس يضعها بشكل مميز. توريس يسجل أخيرا. اهتزت الشباك من علامة الجزاء ومن الركلة الترجيحية الأولى الإسباني خافير توريس يضع كرة. يبدو يوسف ناصر، نعم يوسف ناصر هو اللي راح ينفذ الركلة الترجيحية الأولى. يوسف ولا سليمان؟ يوسف ولا سليمان؟ سليمان سليمان أمان ربي أمان أمان يا سليمان. يتصدى عبد الغفور، يتصدى عبد الغفور ويواصل تألقه، يواصل تألقه، يتصدى للركلة. البرازيلي ماريون سيلفا، ماريون سيلفا، ماريون من أجل الركلة الترجيحية الثانية ويتصدى القلاف. حميد يضع كرة، لكن حميد في التوقيت المناسب، حميد في التوقيت المناسب يتصدى للمحاولة في مواجهة فيصل. زايد من أجل التعادل وسليمان من أجل المواصلة والتألق. يسجل فيصل زايد. يا سلام يا سلام يا سلام، ملعوبة بشكل مثالي جدا. يضع الكرة في زاوية وسليمان عبد الغفور في زاوية أخرى، وبالتالي الأمور الآن تعود إلى التعادل. النادي العربي، الدور يأتي على النادي العربي. مين اللي راح ينفذه؟ البديل، البديل بدر طارق، بدر طارق، بدر طارق، بدر طارق يسجل، يسجل بدر طارق الآن الركلة الترجيحية الثالثة ويتقدم العربي، يتقدم النادي العربي الآن بهذه. بالنسبة لنادي الكويت في محاولة من أجل التعديل، سليمان وعطوان، سليمان عطوان عطوان عطوان، أمجد يسجل، أمجد يضع كرة في المرمى. ركلة الترجيحية الثالثة إذن ناجحة بالنسبة. مطلب في ركلات الترجيح، الثقة بالنفس مطلب في ركلات الترجيح. بندر يتقدم، حميد القلاف، حميد القلاف يتصدى لمحاولة بندر السلامة. يتقدم جمهور العربي، أسأل الله السلامة بالقدم اليسرى بندر. وفي اللقطة الماضية حميد القلاف. سيسوكو في تشكيلة الكويت من أجل التقدم للمرة الأولى على مستوى هذه المباراة. سيسوكو، سيسوكو ولا سليمان؟ سيسوكو، سليمان سيسوكو. مين هذا؟ مين هذا القائد؟ عبد الله الشمالي، عبد الله الشمالي في اليمين ولا الشمال؟ اوه حميد، حديد 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 حديد، حميد لا يسمح بالمراد. من اجل الانتصار فهد، من اجل الالقاب فهد يسجل. خلاص العميد بطلا لكأس سمو ولي العهد بركلات الترجيح على حساب النادي العربي. يضع فهد الكرة في المرمى ويرسم الابتسامة أخيرا وينجح في اقتناء